أهل مكة أضرب شعابها. معايا من ليبيا الشقيقة الأستاذ محمود الرملي الباحث السياسي الليبي. أستاذ محمود سريعا كده، كيف ترون تصريحات الرئيس الأمريكي أريس تركي حول انسحاب حفتر من المباحثات في موسكو والرد عليها إذا واصل العدوان؟ بكل تأكيد بداية أرحب بكم وبإذاعتكم الموقرة والمستمعين والمشاهدين، ولكن ما يجب التنويه إليه بأنه ربما وصف دقيق بمكانه، باعتبار أن حفتر لم يستطيع ولن يستطيع أن يكون متحملا لمسؤولياته. فإذا كان يدعي بأنه رئيس لجيش ومعه رئيس النواب ومعه وفد كبير ومعه أيضا حضور إماراتي في داخل أروقة المؤتمر، هذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يملك قراره ولا يستطيع تحمل أي مسؤوليات، وأنه أعطي فرصة في المرة الأولى عندما طلب إلى الصباح، ولكن الصباح غادر، أي أنه غير قادر على تحمل مسؤولية من زاوية، وأيضا غير قادر على إدراك ماذا يريد وماذا يراد وكيف تسير الأمور من زاوية ثانية. ومن زاوية ثالثة حقيقة أدرك بأنه حقيقة يداه ملطختان بالدماء ماضيه وفي حاضره، ولا أستطيع إلا أن أقول أن مستقبله سيكون أسود من ماضيه. طيب أستاذ محمود، ممكن بعد إذن عادك تتكلم بالراحة واحدة واحدة عشان تفهمني؟ يعني كنت امبارح كان كتير من الليبيين، وكان معنا الأستاذ عبد السلام هنا من ليبيا، سلام الراجحي، وكنت متفائلين بأنه هيوقع حفتر لأنه روسيا اللي عندها قوات الفاغنر أو شركة الفاغنر يعني، هي يعني ضغط على حفتر وقالت له هتمضي. ثم صباح الصباح ما مضاش الراجل وهرب من روسيا. كيف تفسر الموقف وبأي طريقة؟ وهل الإمارات لديها قوة ضغط على حفتر أقوى من الضغط الروسي؟ نعم، دعني أوضح ربما أو ألتمس بعض الأسباب التي ربما تبدأ فيما يتعلق بعدم قدرة حفتر أو عدم رغبته في التوقيع، وأعتقد أنها عدم قدرة وليست عدم رغبة. فمن زاوية الضغط الإماراتي المصري، والواضح مباشرة في أن هذا الضغط ينكب على عدم إمكانية أن يكون هناك توقيع، لأن مشروعهما ربما يكون هناك فيه فشلا. من الزاوية الثانية المدركة في أنه هناك أيضا انشقاقات داخلية وامتعاصات فيما يتعلق ببعض الولاءات القبلية الضيقة، سواء ما يتعلق بمجموعة الكانيات في ترهونة وغيرها واللواء التاسع، وهي مجموعات ترجع في بعضها إلى بعض القبائل، ولذلك تريد فقط أن يستمر هناك القتل، أو أنها لا تريد أن تترك لأنها تتوقع أنها إن حصل هناك توافق على وقف إطلاق النار أو اتفاق فسيعني ذلك أنها ستترك وحيدة بالمنطقة الغربية، مما يعني أن هناك الكثير من الإشكاليات ستدور دورها عليها وحولها. من الزاوية الثالثة يدرك الجميع عدم قدرة حفتر، يبدو بأن هناك عدم قدرته على اتخاذ قرار في هذه الزاوية، لأن أيضا هناك مجموعات أو عصابات من الخضر كما يسموا، وهم عصابات تتبع القذافي أكثر من تبعياتها إلى حفتر، فهم يتفقون على القضاء على فبراير، ولكن يختلفون في أن حفتر ليست لديه إلا مجموعة ميليشيات، وهؤلاء تحالفوا جميعا ربما ليس حبا في معاوية ولكن كراهية بعلي. الزاوية الرئيسية أيضا من المجدي مباشرة القول بأن حفتر ربما أدرك بأنه لن يستطيع المضي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وأيضا إمكانية تنفيذ مشروعه الذي يريد أن يصل به أو يوصل هذا المشروع إلى أن يكون حفتر هو دكتاتور ليبيا الجديد، وهذا لا يستقيم مع وجود حل سياسي للدولة الليبية. مع أن الإشكال الكبير أيضا في هذا الاتفاق أنه اتفاق غير متكامل، حتى وإن وقعه السيد السراج وغيره إلا أنه غير متكافئ، فإنه من المهم جدا يجب أن يكون هناك إحاطة، بأن من المهم جدا أن يكون هناك إصرار على رجوعه إلى مرابضه قبل يوم 4/4، لأنه في بقائه في هذه الأماكن التي احتلها عنوة سيعني ذلك حقيقة خسائر كبيرة ولا يمكن الاستمرار. طيب أستاذ محمود، هناك من يقول، بس ركز معايا حضرتك في القصة دي، هناك من يقول أن حفتر لم يوقع في موسكو وسوف يوقع في برلين يوم الأحد القادم، بحيث لا تظهر أو لا تظهر تركيا، أو مما يعني أن توقيعه في موسكو كان هيظهر تركيا على أنها صاحبة الحل، وبالتالي عندما يوقع في برلين هيبقى المجتمع الدولي وألمانيا هي صاحبة الحل. إلى أي مدى ممكن يكون هذا الرأي له منطق يعني؟
ربما يكون له وجهة من ناحية، باعتبار أن بعض الدول الممتعضة والتي تملك لها علاقات دائما مشوبة بالمشاحنات ما بينها على سبيل المثال ما بين الإماراتيين وما بين تركيا، وأيضا مصر التي لا حقيقة ينظر إلى أن نظامها وما يتعلق بالموجودين الذين فيها هم انقلابيون، ولذلك من المهم القول بأن هؤلاء لا يريدون أن يكون لدور لتركيا، خاصة مع نجاح وسطتها وقدرتها وأيضا ارتقائها هي وروسيا بمعيته بعضهما، أنه رقيها بالملف الليبي إلى الواجهة خلال أيام محصورة، فبعد أن أخذه النسيان نسيا منسيا، لعله ما بعد اتفاق الصخيرات لم يوجد أي وثيقة يمكن أن ترقى فيما يتعلق بإدارة الملف الليبي إلا الاتفاق الليبي التركي، والذي أبرز الأمور للوجود وجعل من الدول الأوروبية تنكب على وتتكالب، وكأنه قد سحب منها الملف إلى الأروقة الروسية التركية، ومن هنا تحاول قدر الإمكان اللحاق بالركب ربما من خلال التوقيع في أروقة. طيب يعني حضرتك بتقول أن هذا الرأي له وجهة، له وجهته، اللي هو الرأي اللي أنا قلته من شوية المطروح. طيب إذا كان هذا الرأي له وجهته، وأنا هسأل السؤال ده وأجري على الله بقى، فهل أخطأت موسكو وتركيا حينما استدعوا أو طلبوا أو استضافوا هذا الشخص الحقير الانقلابي ووضعوه على قدم المساواة مع شخصيات زي وزير الخارجية التركي وزي وزير الخارجية الروسي وأعطوه قيمة لم يكن يستحقها أصلا؟ هل أخطأ أو أخطأت موسكو وتركيا في ذلك؟ أعتقد أن هناك سوء تقدير، وباعتبار أن الدولتين أيضا يريدان فقط أن يضع آليات للمس الحل، ولذلك كانت هناك شيئين مهمين. الشيء الأول متمثل في أنهما قام بهذا الإجراء بشكل عاجل وسريع ونجح في إحالة الملف وأيضا في تحديد مؤتمر برلين، وكان ذلك ملفتا للنظر وللجميع بدول العالم. ومن الزاوية الثانية أيضا هم حاولوا قدر الإمكان إعادة تعريبه وتقديمه مع أنه مجرم ومع أنه قاتل. طيب أخطأت موسكو وأنقرة أنهم عملوا بني آدم، يعني هناك تسرع، لا أقول بخل، لكن هناك تسرع، ولا أعتقد جازما بأن هذا التسرع أنتج هذه النتيجة. إذن هناك حرج كبير لدى الدبلوماسية الروسية والدب الروسي عندما يدعو ولا يستطيع الإيفاء بهذا الالتزام. أجزم بأن هناك أيضا آليات لرأب هذا الصدع من خلال عقابه، ويبدو أن آلية العقاب ربما في سحب ما يتعلق بالفاغنر، أيضا في إمكانية أن لا يكون هناك سلاح مستقبلي أو ذخيرة مستقبلية، وهذه لاعتبار أن الأسلحة معظمها صناعة روسية ومعظم ما لديه من روسيا، ولذلك لزامنا القول بأنه أيضا المواقف السياسية التي كانت ربما مواربة أو مؤيدة بطريقة أو بأخرى لمواقف حفتر والدول الداعمة ربما تتملص من هذا، لأن المصالح حقيقة فيما بين تركيا والتفاهمات الروسية التركية أكبر بكبير بكثير جدا مما بينها وما بين حفتر والدول الداعمة له. ومع هذا مشروع ليبيا يظل لزامنا القول بأن الإمارات وهي الوكيل الفعلي أو اللاعب بالوكالة فيما يتعلق بالعبث بأمن ليبيا وأمن مصر وأمن الدول التي جاء بها أو زارها الربيع العربي وربما غاب عن بعضها كمصر، إلا أنه يحاولون قدر الإمكان إعادة صناعة ديكتاتور مهما كان وكيف طيب. كان ربما طيب. المعرب بدون سيد، سيد محمود بمناسبة الأمن القومي للدول الجوار سواء كانت الجزائر أو مصر، يعني في رأيك، أنا طالب تفسير حضرتك لتصريح ذكره سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم، ولم أفهم ماذا يقصد الرجل. يعني بيقول في تصريح منشور على وكالة على موقع روسيا اليوم، بيقول بالضبط كده: المتطرفون ينتقلون من سوريا إلى ليبيا. ولم يوضح، وحتى لو قرأت حضرتك متن الخبر لن تجد توضيح من السيد سيرجي لافروف ما إلى من يقصد، من يقصد يعني إلى من يقف المتطرفون، إلى جوار من يقف المتطرفون في ليبيا. نعم بكل من وجهة نظر الروس لا توجد إلا طائرة واحدة ورحلة واحدة موجودة بشكل مستمر إلى مدينة بنغازي، أي أنه نتكلم على أنه يلمز ويهمز، لا لم يصرح بعد، ولكن يبدو أن هناك وضوح في أننا إذا لم يكن هناك توقف أو لم يكن هناك توقيع والتزام بما نريد، فإننا ندرك بأن المتطرفون قد انتقلوا إليك برحلة يومية. لا أنت كليبي يا سيد محمود، يا سيد محمود أنت كليبي، أنت كليبي، اثبت لي الآن
يعني اولا انت تقول سيرجي لافروف يقصد انه ما يقفوا مع حفتر المتطرفين انتقلوا من سوريا الى ليبيا الى جوار حفتر صحيح. اثبت نعم. اثبت ما تقوله يا سيد محمود. ما 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 اقوله هناك فقط رحله من دمشق او من سوريا وبعض المناطق في سوريا الى بنغازي دون غيرها، وبنغازي تحت تصرف قوات حفتر، ولا يوجد اي رحله لا مباشره ولا غير مباشره تخرج من سوريا لتاتي الى طرابلس ولا الى مصراته، وهما المطارين الوحيدين الموجودين مع وجود خلل فيما يتعلق بمطار معيتيقا بطرابلس. هذه هي الحقيقه المطلقه، واعتقد بانها رساله واضحه للمجتمعين، سواء كان رسالة لحفتر وعصابته وأيضا للمجتمع الدولي، بأننا نحن لدينا، يريد أن يقول نحن لدينا وضوح بأن القوات لكن حكومة السراج هي المتهمة، حكومة السراج هي المدعى لها بأنها تأوي متطرفين. أعتقد جازما بأنهم يحاولون فقط المكابرة، ولكن يدركون بحقيقة الوضع بأن حفتر لديه من، فهو قد وداعش وجهان لعملة واحدة، فقد سمح لهم بالخروج من درنة والتوجه إلى سرت، وأيضا تحالف معهم ويتحالف مع أي إرهابي حفتر حقيقة، والإرهاب كما أسلف هو وجهان لعملة واحدة. بشكرك الأستاذ محمود الرملي الباحث السياسي الليبي، بشكرك جدا يا فندم.